كل كائن حي على وجه الأرض على الإطلاق يوجد كتاب أو كتالوج. هذا الكتالوج يوجد داخل نواة الخلية اللي هو الدي إن إيه اللي هو الجينوم. هذا الدي إن إيه أو هذا الجينوم يشفر بداخله أو يبرمج بداخله كل وظائف الكائن الحي قبل أن يظهر. تمام. فلا يظهر كائن قبل أن يبرمج، ولا معنى للكائن بلا برمجة. هذه مسلمات أولية يعني يسلم بها الآن البشر جميعا، والعلم أثبتها دي مسلمة. و2001 تم فك تشفير البرنامج النووي على يد فرانسيس كولينز. وحاليا دلوقتي الدي ان ايه بنسبة 100% لا يخطئ في النسب، في إثبات النسب. أحسنتم. أبدا بالنفي أو وليس بالإثبات. بالضبط. المهم فلان ابن فلان، فكتالوج يوجد داخلك يحدد كل مواصفاتك، كمية البروتين داخل العضلة، كمية إفراز الغدد بالضبط وبمنتهى المعيارية، وظائف الأعضاء جميعا، حالات الطوارئ لو لا قدر الله حدث نزيف، الطحال يقوم بالتقلص الشديد لضخ الدم وتقوم الانسداد تكوين الجلطة الدموية وما إلى ذلك. فمنظومة متكاملة. هذه المنظومة توجد داخل الجينوم، 3 مليار حرف. الجينوم نفسه يوضع على مساحة 1 على 1000 مليمتر. يا سبحان الله، كتاب متكامل. يعني أي دقة هذه؟ نعم، سبحان الخلاق العظيم. ويلتف على نفسه 100,000 لفة. يعني رأس الدبوس منه تسع تقريبا بليون فلاشة، 4 جيجا رأس الدبوس منه. لذلك كما يقول ريتشارد دوكنز وهو ملحد شهير يعني، إذا نهشت قطعة لحم فأنت تنهش مليارات الموسوعات البريطانية. في قطعة لحم صغيرة توجد داخلها شفرات هائلة للكائن الحي. فأي كائن حي على الإطلاق يوجد داخله كتاب، هذا الكتاب برمجة. لا معنى للكائن قبل أن يبرمج، تمام، ولا معنى للبرمجة بدون ظهور كائن. فإذا هما متحدان. الكتاب اللي ذكرناه في الأول اللي هو اللي وجدناه خارج الاستوديو، هل ممكن يتحول إلى سيارة ولو مر عليه 1000 سنة؟ ده كتاب مشفر، هو برمجة فعلا بس مش هتتحول إلى سيارة. لكن الدي إن إيه الذي خلقه الله عز وجل يتحول إلى لحم ودم، يسمى مورفوجينيسيس، تحول منظومة معلوماتية كلام مكتوب إلى لحم ودم. هذا هو التصوير الإلهي. فالله عز وجل هو الخالق البارئ المصور. يعني انت لو وضحنا للمشاهدين دكتور هيثم، هو صح عايز تفصيل الامر دوت انه مهم خالص، نقول ان 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 الرجل الذي صنع السياره عمل لها كتالوج متكامل. متكامل، نعم. فيعني هذا موجد وموجود وموجود تماما بتمام، والله المثل الاعلى طبعا. الله الذي خلق الاكوان خلق الانسان، خلق الانسان الذي خلق السياره وعمل الكتالوج. نعم. يبقى بالتالي ده اولى. الانسان داخل كل خليه من خلايا كتالوج الانسان نفسه. الدي ان ايه هو كتالوج بتاعك، الجينات الوراثيه، الجينوم كله. ما هو الجينوم هو كتالوج بتاعه، ولا يتحول العضله الى عضله الا لو تم فك تشفيرها من داخل النواه في لحظه الولاده. بفك التشفير فينتج العضله، بفك التشفير فينتج نظام الايض او نظام الهضم او نظام التكاثر. فكل مشفر داخلي قبل ان اظهر. يعني وما انا الا تصوير للخلق الالهي. سبحان الله. يعني انت تقول ان الانسان ذاته الملحد الذي يقول لك اثبت لي وجود الله هو دليل على وجود الله. نعم. حركية جسمه نفسها وداخله في كل خلية من خلايا كتاب كامل. هذا الكتاب يدل على أن هناك موجد وعليم وقادر وحكيم أوجده بهذه الصورة. فهذا دليل. يعني فرانسيس كولينز نفسه وضع كتاب اسمه لغة الإله، Language of God. هذا الكتاب يؤكد فيه أن التشفير داخل الجينوم الخاص بالكائن الحي هو أكبر دليل على أن هناك خالق عظيم مبدع. فأبسط كائن على وجه الإطلاق طبقا حتى للداروينية نفسها هو السيانوبكتيريا. أبسط وأول كائن هو السيانوبكتيريا. السيانوبكتيريا يوجد داخل كل عضية من عضياتها مئات الآلاف من المعلومات المشفرة، لا تظهر إلا بفك هذا التشفير. تتحول منظومة الحروف المكتوبة إلى منظومة حياتية أو وظيفية. هذه القضية هي قضية مسلمة عقلية. العقل لو تدبرها يدرك أن له خالق، وكل لحظة وكل رفعة ايد بعملها وكل كلام بتكلمه ده كله عبارة عن فك شفرات تحدث داخل كل خلية من خلاياي، هي اللي تفرز الحركة وتفرز النطق وتفرز الكلام. تمام. فدي منظومة متكاملة. هذا المنظومة مشفرة يتم فك تشفيرها في مرحلة لاحقة لإنتاج منظومة وظيفية. وهذا دليل على الخلق والإيجاد الأول. يعني خلينا في جسم الإنسان، وأنت طبيب دكتور، يعني هذا الملحد الذي يقول أين الله أو يقول اثبت لي وجود الله أو أقم لي أدلة عقلية على وجود الله، يعني لو توقف عضو في جسدي ده، هو انا هذكر حتى مثال عجيب يعني. بالظبط. يعني مثلا ايه هذا الملحد لو توقفت مثلا الكبد وما يقوم به من تنقيه السموم، لا انا هذكر مثال بسيط خالص. يعني بتداول مع حضرتك، فيعني هل يستطيع هذا الملحد ان يعيد عمل الكبد دون ما يعني مراجعه طبيب او اخذ علاجات وادويه وغير ذلك؟
انا عايز اوصل لابعد من ذلك. اتفضل. الابعد تماما كمان. الان كل جامعات العالم وكل عقول العالم هل تستطيع ان تنتج ابسط صور الوعي؟ يعني الكوانتم كمبيوتر اللي احنا بنامل ان نوصل ليه في 2050 مثلا، الاي كيو بتاعه او نسبه الذكاء بتساوي صفر. اي كمبيوتر في العالم اي كيو بتاعها بيساوي صفر. انت بتغذيه وهو بيستحمل. احسنت. هو حتى التغذيه نفسها التغذيه رجعيه، مخرجات مدخلات ومخرجات. فكل اي كيو يساوي صفر. جميل. تمام. فكل العقول لا تستطيع ان تفرز ابسط صور الوعي، ومع ذلك ابسط كائن على وجه الارض يتمتع بوعي متكامل. فالاميبا وهي كائن وحيد الخليه عندما تقترب منها مثلا حبيبه نشا، هي ساكنه النشا، تتحرك امامها بلا حذر. اما لو كائن متحرك تقترب منه بحذر. تمام. فهذه منظومه وعي عقل. الملحد الان يفترض ان العشوائيه والطبيعه الماديه انتجت الاميبا والانسان. بينما نحن في قمة الكمال العقلي لا نستطيع أن ننتج أبسط صورة وعي. هذه قمة السذاجة طبعا. تمام. فالإنسان يعني لو تدبر حتى ذاته، يعني أنا أذكر أيضا مثال بسيط خالص، يعني عندنا مثلا هرمون الأدرينالين. ده هرمون بيفرزه الجسم في لحظة الغضب. غدة له غدة مخصوص. نعم. هذا الهرمون نسبة تواجده في جسم الإنسان 1 على 1,000,000 من المليمتر المكعب. يعني أنا قبل ذلك يعني حسبت حاجه بسيطه، الشعب المصري كله نسبه الهرمون بداخله لا تملا طرف معلقه. ده تخيل 8 جرام 100,000,000 واحد على 100 واحد على مليون من المليمتر. يعني كل الشعب المصري محمل هرمونه على طرف ملعقه شاي. انا هديها لحضرتك وحضرتك وزعها على الشعب المصري كما تحب. منتهى الضبط ومنتهى سبحان الله الخلق المبدع. يعني اتقن كل شيء سبحانه وتعالى، يعني خلق متقن وابداع عجيب. وكذلك هو وش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه. نعم. او لو كانت تساوي جناح بعوضه ما سقى كثر منها شاء الله. يعني اكتشفنا ان البعوضه دي قصه كبيره يعني شيء عجيب. يعني والان حتى يعني الله عز وجل يقول في كتابه العزيز ايضا، يعني انت لو مهما اوتيت من علم يعني لا تستطيع ان تخلق ذبابه. وكما ذكرت منذ قليل زي ما قال لك يا ايها الناس يعني ضرب مثل فاستمعوا له. ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فانت الان زي ما ذكرت منذ قليل كل العقل وكل الجامعات العملاقه لا تستطيع ان تنتج ابسط صور الوعي. الوعي سبحان الله. ويعني كلها يعني جمادات. نعم. ان الله يستحضر مثلا ما بعوضه فما فوقها. فوق البعوضه يعيش ابسط كائن على وجه الارض. انتج ابسط كائن هذا، انتجه يعني قم بانتاجه مثلا. لا ده 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 ده, ده هناك يعني قال لك واي يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. نعم. المايكوبلازما يعني تيجي على الواحد كده تاخد منه الحاجه ولا يجري وراها. صحيح. ابسط كائن على وجه الارض هو المايكوبلازما. ده موجود على ظهر الذبابه. على ظهرها بالاعلى يعني. هذا الكائن يعني العالم كله قام منذ سنوات قليله على تجربه كريش فينتر. كريش فينتر هذا ملحد شهير امريكي يعني. قام بتغيير بعض الكروموزومات داخل الميكوبلازما. فالعالم كله يعني اعتبرها ثوره عظيمه. يعني تغيير كروموزومات في ادق كائن ولا يستطيع ان ينتج شيء. تمام. يعني هذا تحدي الهي موجود. يفترض من الملحد انه يتدبر ازاي يعني حتى النعجه دولي خلقت من موجودات من حي. من حي. نعم. بالضبط. فانت تذكر ان سيدنا عيسى يعني عليه وعليه السلام قال يعني واخلق لكم من الطير كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذني. يعني من موجود. صحيح. يعني حتى لا يقال ان النبي عيسى عليه وعليه السلام كان يخلق يعني. نعم. الصناعه من حي ومن موجود وباراده الهيه. وباراده الهيه. نعم. فهو العشوائيه لما يفترض الملحد انها تنتج الانسان وتنتج الاميبا، فانت عندك الان عقل افضل من العشوائيه. وعندك جامعات وعندك معامل عملاقه، انتج ابسط صور الوعي او اسكت. يعني هذا نداء للملحد. ده تحدي خطير. صحيح. يعني صور الوعي دي بالذات تحدي خطير. صحيح. انت عندك الان جامعات عملاقه وتقول ان العشوائيه انتجت كل شيء، انتجت الانسان. طب ارد عليك ويقول لك ما انا عندي انسان الي دلوقتي بيقدر يخدمني في البيت ويجيب لي اكل. اي كيو بتاع ادق انسان الي بيساوي صفر. مدخلات بس هو القضيه يا راجل هو بيروح ده في انسان قال لي دلوقتي بيطبخ. ايوه يسد حتميه ماديه ايضا مبرمج. يعني يعمل حاجات بتاع الاكل وبتاعه ويعمل لك الخلطه ويحطه. على البوتاجاز وبتاعه ويسوي. دائما لازم تضع الملحد في هذا الاطار. اي كيو بيساوي صفر. اديني ابسط صوره للوعي واكبر التحدي. اذا لم تفعل ذلك فسلم لله بالخلق والامر. الله اكبر. نعم. طيب يبقى قلنا فطري وعلمي. نعم. او مادي مش كده؟ فطري ومادي وعلمي وسببي ايضا. ووجداني ايضا. وفوق كل ذلك وهم من كل ذلك دليل النبوه. دليل النبوات نفسها. فيعني مثلا النبوات المعجزات، شيخ الاسلام رحمه الله عليه ابن تيميه يقول ان النبي اما ان يكون الذي يدعي النبوه يعني اما ان يكون اصدق الصادقين او اكذب الكاذبين. ولا يلبس هذا بهذا الا على اجهل الجاهلين.
يعني الذي يقول أنا نبي هذا إما أن يكون أصدق إنسان في الدنيا أو أكذب إنسان في الدنيا، لا يلبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. فالنبوة نفسها كدليل هي دليل على وجود الله أيضا، المعجزة المرافقة للنبوة، التنبؤات المرافقة للنبوة، هي دي كلها أدلة أيضا تنحصر وتندرج تحت إطار إثبات وجود الله والرد على الإلحاد. فآمن الأولون أمثال أبي بكر وخديجة وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب في أول يوم من البعثة النبوية. هؤلاء الأربعة الذين آمنوا في أول يوم لأنهم يعلمون يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من الصنف الأول وأصدق الصادقين. فهذه أيضا أو دليل النبوة عموما يندرج أيضا ضمن إطار إثبات وجود الله عز وجل، دليل النبوات. نعم، حتى منهجية الدكتور هيثم، منهجية القرآن في إثبات أصول الدين مثلا التوحيد والنبوة والمعاد، يعني بتلاقي مثلا إيه، أولا آيات محكمة في القرآن عليها دليل عقلي، مكررة عليها دليل عقلي. جميل. يبقى نيجي مثلا نقول التوحيد، لا يبقى قل هو الله أحد، تلاقي أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره، يبقى محكمة مكررة على دليل عقلي، يقولك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، إذا لذهب كل إله بما خلق. يعني شوف المنهجية الرائعة، حتى الأمي يحفظها، يعني دي ده أصل من أصول الدين على وجود الله. صحيح. فمحكم مكرر عليه دليل عقلي. أحسنت. وكل أدلة الإسلام هي أدلة تكفي الناس جميعا يستوعبها العامي والبسيط والفيزيائي. إحنا كنا ذكرنا من ذكر يعني دليل التصوير وأنه دليل دقيق جدا، ومع ذلك العلم الحديث توصل إليه مؤخرا. والبسيط أيضا كان يفهمه منذ البدء يعني. طيب، ألا يسعى هؤلاء الملحدين الإعجاز العلمي في القرآن مثلا؟ كل سبحان الله يعني هو أو في السنة النبوية الحجة قائمة عليهم من كل زاوية. لكن هي النفس وهي يعني وهي أيضا الشهوة وهي الشبهة والفلوس. نعم، إن هؤلاء موكلون من الغرب طارة ومن الشرق طارة أخرى لنشر الإلحاد وإضعاف الأمة وضرب ثقافة الأمة الإسلامية وغير ذلك يعني. وفي طبعا احنا نرصد يعني كثير من هذه الامور يعني عندنا ان شاء الله. طيب كيف يعني يتعرف المجتمع على الملحدين؟ نعم، والله هو مشكلة الملحد العربي انه يعمل في الغالب في الخفاء، تقيه. لكن قد يصدر عنه بعض الامارات على ذلك، زي مثل رفض الشريعة الاسلامية علنا. كل الليبراليين في مصر يقولوا كده، يرفض الشريعة الاسلامية علنا. جميل. ايضا من ضمن ذلك ايضا يلقي بالشبهات في كل مكان، يؤسس لأفكار أو قنوات على اليوتيوب أو برامج أو مواقع التواصل تدعو إلى نشر أفكار خاصة به هو، من خلالها يصعد في مرحلة متقدمة إلى نشر فكر الإلحاد. يعني يعني مثلا لو قلنا إسلام بحيري يصنف ملحد؟ لا لا لا، ما نقدرش أبدا وصف العينة، ده مستحيل طبعا عندنا طبعا. طيب يعني. ثانيا أيضا هناك متأولين كسر يعني. مش عايزين برضو أنا أذكر كلام عام، لأن المتأول أكثر من الصريح. يعني مثلا شخص قرأ كتاب دخلت عليه شبهة، ذكر هذه الشبهة، لو رد عليه هيعود إلى صوابه. تمام. لكن مش معنى أنه مثلا بيذكر شبهة أنه هو خلاص صاحب زعم عريض خاص بهذا الكتاب يعني. مش عايزين بس نذكر أسماء يعني. بس هو بينكر آيات من القرآن يعني، لما تيجي تتكلم احنا ردين عليه هنا يعني. نعم، ردا صريحا يعني. نعم. عامل الوقت يعني في وقتها من 6-7 شهور يعني، قبل الناس كلها بتتكلم عنه يعني. فهو مثلا لما يجي ياتي مثلا يقول لك فلان مش كافر يعني، رغم ان القران في ايات صريحه بتكفير فلان او الديانه الفلانيه او ده، لكن وصف الشخص يعني نتجاوزه عنه. طيب هذا الرجل ينكر معلومه من الدين بالضروره مثلا؟ نعم، يعني انكر معلومه من الدين ده هذا كفر. لكن هذه المساله، مساله تكفير الاعيان، دي مش قضيتنا احنا خالص طبعا. لا لا احنا يعني. طيب إذن لو قعدنا، كيف يمكن التعرف المجتمع يعني نقاط المجتمع، كيف يعرف الرجل العادي أن هذا الرجل ملحد من غيره؟ نعم، هو دائما يروج الأفكار التي يعني يحاول بها أن يجعل الدين يعني بعيد عن التنظير الخارجي يعني. يعني مثلا ينحي الشريعة جانبا، ينحي أيضا القيم الدينية، يدعو إلى الإباحية وما إلى ذلك. طيب حضرتك ضربت دليل على وجود الله ردا على الملحدين. نعم. عندك أدلة أخرى مثلا للعوام البسطاء؟ أدلة الأخلاق. يعني أنا أحترم أستاذ محمد، أستاذ محمد يحترمني. هذه قيمة أخلاقية. العالم المادي هو عالم صرف يدور في إطار حتمية. يعني إيه حتمية؟ يعني لو أضفنا حامض إلى قاعدي، ما هي النتيجة؟ ملح وماء. هذه حتمية، لو قررنا هذه التجربة 1000 مرة هي نفس النتيجة. جميل. لكن الأخلاق هي قيمة ضد المادة،
ضد المصلحة الشخصية، يعني التضحية، البذل، هذه أمور ليست من هذا العالم المادي. العالم المادي يصير فيه حتميات ثابتة، حتميات صارمة لا تستوعب حتى القيم الأخلاقية. فالقيم الأخلاقية تستمد معناها من عالم آخر، عالم غير مرتبط بهذا العالم المادي، روحيات. نعم. الأخلاق كلها في مجملها هي تأتي نتيجة لمقدمة سماوية وليس منتج أرضي إطلاقا. فهذا دليل أيضا يعني يندرج طبعا ضمن الأدلة أيضا. طب السؤال اللي بيطرحه أو اللي طرحته حضرتك في الأول، لماذا لا تكون الأدلة نقول قطعية على الدين ونرتاح وتنتهي القضية يعني؟ أحسنت. على فكرة هذا السؤال طرحه أحد الملحدين على أحد القنوات، يعني قال لماذا لا يكون وجود الله مثل وجود الشمس ثم نرتاح وينتهي الحوار على ذلك. تمام. هذا الشخص أو هذا السؤال عموما يعني يعني أن الشخص السائل لا يفهم إطلاقا معنى الإيمان. فالإيمان الذي يكون مثل الشمس هو ليس إيمان تكليفي، ليس إيمان يترتب عليه ثواب وعقاب. جميل. يعني الكفار حين قالوا يعني لولا أنزل عليه ملك، قال الله عز وجل ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، انتهت. فالأدلة الدينية عندما تتحول إلى أدلة اسمها اضطرارية كما يسميها المناطقة، اللي هي ما ينفعش فيها أنكر وأنكرش، أصل الشمس ما ينفعش أنا أقول أنكر الشمس بالصفت. هذا ليس إيمان يترتب عليه صواب عقاب، هذا ليس إيمان تكليفي. يعني تقصد جانب الغيب ده مهم في الإيمان وليس إيمان العقل. الله عز وجل يعني يعطيك أدلة قوية، استخدم عقلك وتوصل من خلالها إلى الإيمان بالله عز وجل. يعطيك من داخلك الفطرة والوجدان، من خارجك الأدلة المادية التي ذكرناها، أدلة النبوات. كل هذه الأدلة تولد لديك يقين بصحة الرسالة وصحة الإيمان. لكن عندما تطلب إيمان قطعي اللي هو مثل الذين قالوا يعني نريد أن نرى إيمان كإيمان الشمس وما إلى ذلك، هذا ليس إيمان تكليفي، هو لا يفهم معنى التكليف. ده إيمان سهل، ده اسمه اضطرار، انت مضطر ليه. والايمان اضطرار ده لا يترتب عليه صواب العقاب ولا يحتاج الى اعمال عقل، وليس الايمان الذي هو من اجله الله عز وجل خلق الانسان وانشا له هذا العالم. جميل. ولذلك يعني الله عز وجل يقول في سوره البقره ايضا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه، عايزين ايه بقى قاطعه. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قد بينا الايات لقوم يوقنون. فالله عز وجل بين الايات لقوم يوقنون. فالآيات قوية لمن يريد أن يوقن. اليهود بقى قالوا أرنا الله جهرة. نعم. فأخذتم يعني الصاعقة. نعم. طيب هناخد فاصل مشاهدينا الكرام ونتواصل مع ضيفنا الكريم، ويعني هذه الحلقة حول الإلحاد وانتشار الملحدين في مصر والمغرب والسعودية. وجدد تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا حول كيفية الرد على الملحدين وما أبرز الشبهات التي يثيرونها. أيضا أجدد لضيفي الكريم هذه التحية دكتور هيثم طلعت، الباحث أو الراد على الملحدين. مرحب بك دكتور هيثم. مرحبا بك محمد. حياكم الله. حياكم الله. يعني أنا عايز أقول للملحد أنت نفسك دليل على وجود الله، يعني صحيح. سبحانه وفي عليائه. وردك على الدين هو دليل على وجود الله أيضا. بالضبط. يعني كمان يعني الأرض ليست أرض واحدة والسماء ليست سماء واحدة، يعني اكتشفنا مثلا أن الأرض ما هي إلا كوكب صغير ضمن ملايين الكواكب والمجرات، ويعني مش ده الموجود الواقع، يعني كون كامل يدار من قبل عظمة الخلق والإبداع. لكن الملحد يستغل هذه النقطة على فكرة، لكن نأتي إليها في مرحلة لاحقة. طيب. يعني عايز أتكلم عن لماذا يوجد الشر في العالم. نعم. أشهر شبهة على الإطلاق بالنسبة للملحد الغربي خصوصا يعني والملحد عموما يعني. تمام. لماذا الشر موجود؟ يوجد شر في هذا العالم، يوجد ظلم، يوجد الملحد عندما ينطلق بهذه الشبهة هو لا يدري أنها تسقط إلحاده. كيف هذا الكلام؟ إذا كنا أبناء هذا العالم المادي وإذا كانت تحكمنا مادية صارمة كما يزعمون لن نستوعب الشر ولا الخير. يقول ريتشارد دوكنز وهو عرب الملحدين في العالم، يقول في كتابه ريفر أوت أوف إيدن أو نهر خارج من جنة عدن صفحة 131، يقول الكون في حقيقته بلا خير ولا شر. دي مسلمة. إذا كنا أبناء هذا العالم لا يوجد فيه خير ولا شر، لا يوجد فيه قداسة ولا نجاسة، لأنه عالم مادي، عالم مادي مصمت تحكمه حتميات مادية، فلن نستوعب نحن الشر. فاستيعاب الإنسان أو الملحد للشر ثم يزعم أن هذا الشر يزعجه هو دليل على أنه ليس ملحد وأن الإلحاد خطأ. لأن الإلحاد لو كان صحيحا لما ألحد. الإلحاد لو كان صحيحا لما تبين وجود شر، وبالتالي لما ألحد.
فالإلحاد الملحد هو أكبر دليل عن الإلحاد خطأ. نعم. فالإلحاد لو كان صحيحا لما ألحد ولما أدرك معنى الإلحاد ولما أدرك أن هناك خير أو شر. فأنت لا تعرف أن هذا الطريق غير مستقيم إلا لو كان في ذهنك وفي عقلك صورة أولية للطريق المستقيم. أكيد. ولا تعرف أن هذه أو هذا الموقف ينقصه العدل إلا لو استقر أيضا في ذهنك الظلم. لا، لو استقر في ذهنك البحث عن العدل وأن العدل كان مطلقة. يعني تقصد أن 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 يعني حديثي حول الشر هو إذا هو يعرف الخير وهو يعرف أن هناك خير وشر، وفكرة أصلا أن في خير وشر في هذا العالم هذا يسقط الإلحاد. لأن الإلحاد لو كان صحيحا لم استوعبنا لا خير ولا شر. فهذا النطاق من أو لولا هذا ما عرفنا أن هناك وجود شر أصلا. يعني أحسنتم. ولذلك لولا أن الإلحاد خطأ لما ألحد الإنسان، هذه نقطة مهمة تحتاج التركيز. يعني أصلا الملحد يقول يوجد شر، إذن أنا سألحد. هو أصلا استيعابك للشر ده دليل على إيمانك، ده دليل على أن في خير وشر. أيوة، أو على فهمك أن هناك خير وشر وهناك حدود وهناك يعني. وكلمة خير وشر هذه كلمة غائية، كلمة معيارية، كلمة قيمية، وكل هذه مصطلحات ميتافيزيقية أو كلمة أو مصطلحات ما ورائية. كلمة الشر هي مصطلح ما ورائي، مصطلح غيبي، مصطلح لا ينتمي إلى هذا العالم المادي. إذن الشر موجود وهو دليل على وجود الله. لأن الإلحاد لو كان صحيحا لما استوعبنا وجود الشر. ومن خلال هذا النطاق وجود الشر وتصريح الملحد بأن هناك شر في هذا العالم هو أكبر دليل على أن الإلحاد خطأ. وأن المقدمة الدينية التي تقول أن هناك خير وشر في هذا العالم ستجد أيها الإنسان خير وشر، عليك أن تصبر على الشر وأن ترضى به، هي مقدمة صحيحة. لأن أنت فعلا تشعر بوجود الشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالشر والخير موجودون وكلاهما فتنة لك. هذه هي مقدمة دينية. الإلحاد في النطاق الآخر أو في النقطة الثانية يقول هناك شر إذن أنا ملحد. هناك شر إذن إلحادك خطأ، هذا هو الرد السريع. هناك شر إذن إلحادك خطأ إذا يوجد إلحاد أساسا. لأن الإلحاد لو كان صحيحا وكنا أبناء هذا العالم المادي لما استوعبنا لا خير ولا شر ولا قداسة ولا نجاسة ولا صواب ولا خطأ. بالضبط. فأنا أستقر أن الأمور مادية مادية كلها مادي كان حيوانات سر مادي. إنما تأتي بكلمة ملوثة ميتافيزيقيا مثل الشر عشان تهرب بيها للإلحاد، هي أصلا دليل على وجود الدين وعلى صحة المقدمة الدينية. فالشر ودليل على أنه وقر في يقينه وفطرته، بلاش يقينه، وقر في فطرته أن هناك خير وأن هناك كده يعني. وأن هناك إذن غائية في هذا الوجود تحكمه. تمام. فهو يهرب من الشر إلى الخير، يهرب من النجاسة كما يزعم إلى قداسة. هذه كلها إطارات ملوثة ميتافيزيقيا وليست إطارات مادية إطلاقا. فإما أن يسير في اتجاهه الإلحادي وبالتالي لن يستوعب الشر. وإلا في المقابل عليه ألا يتمحك في ظل الدين، لأن اتجاهه الإلحادي أصلا اتجاه مصمت لا يعرف أن هذا شر. لو قتل، لو زنى، لو سرق، لو ما إيه في إيه. ما أنت ملحد يعني، حتى القاضي عندنا بتقول لك ليس بعد الكفر ذنب. صحيح. يعني أرثر آل ليف وهو أستاذ القانون في جامعة ييل بأمريكا يقول هذا رجل كلمة عجيبة. يقول إحراق الأطفال بقنابل النابالم ليوجد عليها دليل أنها سيئة في العالم المادي. صحيح. ما أنت في العالم المادي ما ينفعش تذكر أن إحراق الأطفال هذا خطأ. أخلاق بقى ولا ضمير. هي أصلاً ما فيش حتى فهم لكلمة أخلاق. يعني أخلاق ما فيش ميزان أو ما نقول ما فيش عقاب عنده ولا ثواب. ولا ثواب. فإذا إذا زي ما بيقولوا إذا أسأت أمنت العقوبة. أسأت الأدب. فممكن المنطلق يكون كده. فرانسيس فوكويام وهو منظر العلمانية في العالم، يعني صاحب كتاب نهاية التاريخ، يقول في هذا الكتاب أن مثلا إبادة أمة كاملة من البشر لا تختلف كثيرا عن تدمير مستعمرة بكتيرية. يعني لو أنا غسلت إيدي هيموت مليون البكتيريا لو غسلت إيدي. لا فرق بين البكتيريا والإنسان في الإطار المادي. يا نهار أبيض. فلا فرق بين إبادة أمة من الأمم لو الإلحاد صحيح وبين غسل اليد. فإذا افتراض الملحد وجود الشر هو أصلا يسقط إلحاده. طيب لماذا نحذر من الملحدين؟ يعني لا نقبل بهم في بلداننا. يعني مثلا العالم الغربي الصليبي عادي جدا، ولا يتحدث ولا يقول لك ده ملحد ولا ده نصراني ولا ما. مش في دماغه. اليهود نفس القصة. يعني حتى اليهودي لو رحت عشان تتهود يقول لك لا مش عايزين يهود. يعني إيش احنا ليه بنحذر منهم ولا نقبل بوجودهم في زي المجتمعات الغربية المتقدمة؟ طبعا. طيب هذه الأسطوانة هي أشهر أكاذيب الملحد العربي. هو يقول لماذا لا تقبل بنا؟
لماذا الدولة لا تقنن لنا حقنا في هذا العالم أو في مصر تحديدا كمان؟ يقولون لماذا البطاقة تجبرك على الديانة؟ يعني خلينا زي الغرب. طبعا هذه الأسطوانة هي أجزل أسطوانة يقولها الملحد العربي. لماذا؟ لأن الملحد في كل بلاد العالم هو فئة محتقرة. ده أنا هذكر لحضرتك الآن بعض نصوص دساتير في الغرب يعني. ده أنا هذكر الآن دساتير الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مثلا نبدأ أولا بساينتيفيك أمريكان، دي أكبر مجلة علمية عالمية كله يسلم بصحة الأبحاث التي فيها. ساينتيفيك أمريكان في 2012 عملت بحث اسمه إن أثيستس ويدس تراست في الملحدين نحن لا نثق. ذكرت في هذا البحث أن الملحد في أمريكا غير مقبول وغير موثوق فيه، وذكرت الأدلة الكثيرة على ذلك. صحيح. الواشنطن بوست طبعا الجريدة الشهيرة يعني العدد بتاعها 18/2/2011 للي عايز يرجع لهذا الكلام موجود. 18/2/2011 في عنوان رئيسي الملحد هو أكثر شخصية مكروهة في أمريكا. في الواشنطن بوست. في بحث جامعة مينيسوتا البحث ده نشر 19/9/2009 أن المسلم المتطرف والشاذ جنسيا أقرب للأمريكي من الملحد. تخيل. يعني المتطرف يعني إرهابي والشاذ أولى للأمريكي من الملحد. لماذا هذا الكلام؟ لأن الإلحاد يفكك كل شيء. الإلحاد، وهؤلاء جربوا الملحدين وعاشروهم وعلموا أنهم يدمرون الأمم. يعني مثلا أنا أذكر حتى بعض الدساتير اللي عايز يرجع ليها، أذكر أيضا المادة والفصل بتاعها. في دستور أركانسوس الفصل 19 المادة الأولى، لا يحق لأي ملحد تولي أي منصب إداري في الولاية دي اللي هي ولاية أركانسوس دي، ولا يكون أهل للشهادة في المحكمة. اللي عايز يرجع أركانسوس ستيت كونستيتيوشن موجود ويقرأ الفصل 19 مادة واحد. أيضا سريعا بنسلفانيا دستور الخاص بها ولاية بنسلفانيا الفصل الأول مادة 4، الملحد ليس أهل للثقة. الملحد ليس أهل للثقة ولا يحق له إنشاء مؤسسة ربحية. ما ينفعش ملحد يفتح مصنع، يفتح مكتبة، يفتح شركة، ينفق ده على الإلحاد، ممنوع. في أمريكا الكلام ده. في اليونان أي ملحد يعتقل. طب كويس. في اليونان يعني يا ريت مصر تقتدي بالنموذج الغربي لو الملحد عايز نقتدي بيه. في مثلا أيرلندا ممنوع الملحد يدخل مدرسة ليدرس الطلاب، ممنوع في أيرلندا. تخيل هذا الكلام. فلما ملحد عربي يأتي ويقول عملونا مثل الغرب، يا ريت نعمله مثل الغرب، يا ريت. يعني فعلا عملوا كده، ما هو ده الغرب. فالغرب جرب هؤلاء. ليوجد الآن على وجه الأرض دولة واحدة علمانية ملحدة. ركزوا في هذا الكلام. علمانية ملحدة. العلمانيات كلها علمانيات بخلفية دينية. العلمانية الملحدة الوحيدة في العالم هي كوريا الشمالية. كوريا الشمالية طبعا أنت افتح بس أي أخبار في أي يوم، النكتة هي كوريا الشمالية. تصرفات رئيس كوريا الشمالية، نظام الدولة نفسه، كانوا طلعوا إشاعات على الفيسبوك إنه أسلم. يعني لا دي إشاعة طبعا. المستقصد نفسه بتاع كوريا الشمالية مقارنة بكوريا الجنوبية. يعني هذه دولة يعني كما تسمى في الإعلام الغربي دولة الجنون. يعني دي الدولة الوحيدة الملحدة. تمام. ولذلك أنا دائما أقول الملحد الذي لا يعجبه وضع بلادنا يذهب إلى كوريا الشمالية يستقر فيها. لا مشكلة إطلاقا. فيعني مثلا جون لوك وهو مؤسس الدولة المدنية يقول في رسالة في التسامح صفحة 57 لا يحق لنا أن نتسامح مع الملحد. ده كلام جون لوك. لأن الإلحاد لو كان بالفكر فقط فإنه يفكك كل شيء، يفكك كل شيء. فالملحد الذي يقول عاملون مثل الغرب نوافق على ذلك. تمام. طيب برضو قد يقول قائل لماذا الإلحاد مزعج ومربك ومدعاه لأن ترد عليه؟ نعم. سؤال طويل والرد عليه خطير جدا طبعا. براحتك نفصل فيه. نعم. الإلحاد يسمم كل شيء. الإلحاد يسمم كل شيء، يسمم العلم ويسمم العلماء والملحدين أنفسهم. الإلحاد يسممهم أيضا. يسمم المتدين وفي النهاية يسمم الشعوب كلها. نذكر واحدة واحدة. لو افترضنا أن جامعة من الجامعات قررت أن تقوم أو الملحدين تجمعوا وعملوا جامعة علمية. هذه الجامعة طبقا لما يفترض الإلحاد وهو أنه لا يسلم إلا بالعلم التجريبي. الملحد لا يسلم إلا بالعلم التجريبي، ماديات بالماديات. فالجامعة التي ينشئها الملحد ستحرم كل العلوم التي لا تدخل داخل هذا الإطار اللي هو الإطار التجريبي الحسي. بالضبط. فبذلك الملحد عندما يطرح في هذا الإطار العلم فإنه يمنع علوم عملاقة مثل علوم الإنسانية الأخلاق، اللسانيات، علم النفس، الاجتماع، الفلسفة.
علم التاريخ، علم البيولوجيا، كل العلوم دي الملحد لا يعترف بها لأنها لا تخضع لأدوات العلم التجريبي المادي. تمام. فالإلحاد يسمى اعتبرها علوم إنسانية أو علوم نظرية زي ما بيقول، وهي ليست علم بالنسبة له. فالإلحاد يسمم العلم ويطلب منا أن نغلق جامعات عملاقة فقط لأنها لا تتسق مع إلحاده. الإلحاد أيضا يسمم العلماء. كيف هذا الأمر؟ لما وصل ستالين للحكم في الاتحاد السوفيتي السابق سنة 29 أصدر قرارات رسمية بتحريم أي علم يتنافى مع الإلحاد. وعلى فكرة في بعد كده دستور نص على ذلك في الدستور السوفيتي نفسه، المادة 52 سنة 77 تقول الدولة ترعى الإلحاد وتحرم الدين. صحيح، ده دستور والنص. وكانت المنطقة العربية كلها بتعج بالشيوعيين دول في هذه الفترة عشان التبشير بالإلحاد الشيوعي في ذلك الوقت. المهم ستالين حرم أي علم يتنافى مع الإلحاد. من ضمن هذه العلوم قوانين مندل للوراثة. قوانين مندل للوراثة محرمة في الدولة الملحدة لأسباب ربما نذكرها لاحقا يعني لو أردت. وبناء على ذلك قام ستالين بتحريم وتجريم تدريس هذا العلم، وقام بقتل رائد علم الوراثة العالمي نيكولاي فافيلوف. نيكولاي فافيلوف ده رائد علم الوراثة العالمي، قتله ستالين لأنه يدرس علم مندل سنة 40 هذا الكلام حدث. أيضا ماو تسي تونج ده ملحد كان رئيس للصين، أو ماو زي دونج كما يحب أن ينطق يعني. ماو زي دونج هذا في اجتماع سنة 1958 مع كوادر الحزب الإلحادي في الصين ذكر قول عجيب يعني ساعتها يعني ضج له العالم يعني. قال ماو تسي تونج المثقفين، هو طبعا كان يضطهد العلماء والمثقفين عشان إلحاده أيضا، قال المثقفين دائما ينسبوني إلى تشين شي هوانغ. تشين شي هوانغ ده إمبراطور صيني قديم كان يكره العلماء. أنا الكلام لماو تسي تونج أو تشين شي هوانغ هذا قام بدفن 460 عالم وهم أحياء. أما أنا كلام ماو تسي تونج فقد دفنت 46 ألف عالم وهم أحياء. ده كلام الملحد ماو تسي تونج، ده إمبراطور الصين. إمبراطور الصين هذه الكلمة المزعجة. وقعد فترة كبيرة يعني. سنة 66 ماو تسي تونج قتل في بكين وحدها في سنة واحدة 1722 عالم. فهؤلاء كانوا يكرهون أي علم يتنافى وإلحادهم. يعني علوم تجريبة فقط اللي هي وبرضو أي علم برضو يعني مثلا قانون مندل للوراثة علوم تطبيقية أو برضو حتى العلوم حتى التطبيقية نفسها برضو يحاربون بعضها كثيرا. يعني مثلا قانون مندل للوراثة تقوم على الاختيارية والإلحاد يقوم على الحتمية. فهم حرموا قوانين مندل للوراثة مع أنها قوانين صحيحة. بول بوت ده كان رئيس أو رئيس وزراء كمبوديا السابق من سنة 76 إلى 79. بول بوت هذا كان يقتل أي رجل يرتدي نظارة، مجرد يدي نظارة يقتله خشية أن يكون مثقف. تخيل هذا. صحيح الكلام ده على فكرة كلام ده متخلفين بقى، ده كلام رسمي وده كلام موثق وده كلام أنا ذكرته حتى بالتفاصيل وبالعنوان والوقت ولمن يريد أن يرجع له يعني. فهذا هو الجنون الإلحادي. الإلحاد يسمم كل شيء، يسمم العلم، يسمم العلماء. أيضا الإلحاد يسمم الشعوب. كيف ذلك؟ حين وصل بول بوت هذا اللي ذكرناه مؤخرا مثلا كمبوديا للحكم في كمبوديا سنة 76 أمر بفكرة إلحادية مدهشة وهي أن كل البشر مستوى واحد من التركيبة. مش معترف بقى بالفروق الفردية والنفخة الإلهية مش معترف بالنفخة الإلهية وبتميز كل فرد عن الآخر في شيء معين يعني. فهو اعتبر أن احنا أنماط ثلاثية الأبعاد، أنماط مادية لا أكثر. فأمر كل الأشخاص في المدن ينتقلوا للريف عشان تكون زراعة مزارع جماعية. تمام. الذي يرفض ذلك يتم دفنه في مدافن اللي هي سميت فيما بعد مدافن القتل الجماعي اللي هي كيلينج فيلدز. في هذه الفترة بول بوت قتل رسميا في الوثائق الرسمية 25% من شعبه. ربع الشعب الكمبودي قتل في أثناء فترة حكم بول بوت. لو حضرتك دخلت على جوجل صور وكتبت بول بوت ترى الإلحاد أمامك، أكوام من الجماجم لا تنتهي. هذا هو الإلحاد. فبول بوت أباد ربع شعبه باسم الإلحاد. ما هو ملوش مرجعية بقى يعني، مفيش إله بقى في زعم إنه حزبه ولا بتاع. ده اليونيسيف من كام سنة بس فاتت رصدت 20,000 مقبرة جماعية في كمبوديا دفن فيها 3 مليون كمبودي في فترة حكم بول بوت. فكان طبعا جنون إلحادي رهيب. أيضا ماو تسي تونج هذا الرجل قام بما يسمى القفزة الكبرى للأمام اللي هي الجريت ليب فورورد، قام بها في القرن الماضي أيضا. كانت تهدف هذه القفزة نفس تصور بول بوت، الإنسان نمط مادي. السنة دي الصين كلها تنتج صلب، السنة القادمة الصين كلها تنتج زراعة. فكرة اللي هي
توحيد الأنماط المجردة للبشر دي. نتيجة ذلك حدثت أكبر مجاعة في الصين، مات فيها 30 مليون نسمة في ذلك الوقت، نتيجة أيضا الحكم الإلحادي. فهو الإلحاد يسمم كل شيء. أيضا لينين، لينين هذا روس، كان رئيس الاتحاد السوفيتي السابق من سنة 17 إلى 24. هذا الرجل، والكلام ده نشر مؤخرا بعد ما أتيحت أيضا الوثائق الرسمية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، في رسائله الخاصة أمر بقتل كل رجل دين. على فكرة الكلام ده في مركزيست.org اللي هو الموقع الرسمي اللي فتحته كريملين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، ليكون لمين اسحقوا كل رجل دين. لا حول ولا قوة. وعلى هذا الأمر قتل 8000 كاهن في تلك الفترة. أيضا في مؤسسة عسكرية نشأت في أوروبا في ذلك الوقت، وهي رابطة الملحدين العسكرية، ليج أوف ميليتانت إثيستس. هذه الرابطة ملحدين عسكريين قتلت 100 كاهن في سنة واحدة، وقتلت آلاف القساوسة، وهدمت 42 ألف مؤسسة دينية. تاريخ طويل، ولو يعني باحث تخصص بس في يعني يسمموا العالم الكون. ولذلك كل الدول اللي كانت في يوم من الايام بتزعم انها ملحده تراجعت عن ذلك. النهارده ما فيش غير دوله واحده بس ملحده، اللي هي كوريا الشماليه. ده رسمي. ده رسمي. باقي الدول اللي كانت ملحده زي الاتحاد السوفيتي السابق تحولت الى علمانيه بخلفيه دينيه. اللي هو الارثوذكس. ايا كانت الدوله بس ما فيش ولا دوله ملحده الان على وجه الارض الا كوريا الشماليه. نتيجه ان الالحاد جرب وسمم كل شيء. تمام. او اضاع المجتمع. وأضع قوّد المجتمعات وقوّد القيم الأخلاقية. طب يقول الملحدين الأديان كثيرة يعني. نعم. فأي دين نتبع؟ كلام سؤال بديهي يعني. نعم. هي دي يعني حجة بصراحة الملحد يروجها كثيرا يعني، هناك إسلام، هناك مسيحية، هناك هندوسية، هناك بوذية، يعني أديان كثيرة. مين الصح ومين الغلط؟ هذا الأسلوب يعني مش عايز أذكر أنه خبيث، لكن هو أسلوب ماكر. لأن الإسلام هو أصل كل الديانات. فلا يحق لك أن تضعه في مجال مقارنة مع أديان أخرى وضعية مثلا. نعم. أو حتى أديان قطعات التحريف. يعني الإسلام هو دين توحيدي نقي. خلافنا مع بقية الديانات ليس لأنهم لا يعبدون الله، ولكن لأنهم يتخذون مع الله آلهة أخرى. تمام. الآلهة الصغيرة اللي هي بتسمى سان أوردونيشانيزم. وعلى فكرة لغاية القرن الرابع الميلادي كانت في أوروبا المسيح عليه السلام كان مصنف في قائمة الآلهة الصغيرة في أوروبا، لغاية بعد كده مجامع ما يعني رفعت درجته. فالقضية إن في آلهة صغيرة اتخذت مع الله عز وجل، فجاء الإسلام لتنقية هذه الديانات. فالإسلام هو الدين التوحيد النقي، هو دين جميع الأنبياء. تمام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. بس الكلام ده هو مش يعترف به، لأنه هو لا يؤمن بالقرآن عشان يسمع آياته، لكن هو يؤمن بالتاريخ. والتاريخ وتاريخ الأديان يقول له أن الإسلام هو الدين التوحيدي الأنقى كما يقول جوستاف لوبون. فالإسلام هو ديانة توحيدية، لا يوجد على وجه الأرض الآن دين توحيدي نقي إلا الإسلام. خلافنا كما قلت مع بقية الديانات ليس في عدم الإيمان بالله، ولكن في أنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى أشركوها معه في الدعاء والطلب. طب لو احنا اتكلمنا مثلا على واحد زي القمني، احنا جبناه عندنا هنا. نعم. ده واضح يعني، الحد واضح يعني، مش احنا مش هنقول كافر ولا مش بحال، لكن بنقول ملحد يعني. الراجل بيطلع يقول لك كده يعني. سيدنا الصحابي ابو زيد المحكمه حكمت بانه بالرده يعني. نعم. يعني دول يعني لو اتكلمنا عنهم نماذج يعني. هو دي نماذج. بس احنا يعني كشباب بنرد على الالحاد دائما، لا نحب ان نركز على الحاد العين او الحاد الشخص. يعني شخصانه حد بس. بس ده مش عين يعني، بس هو لسبب علمي. بص يا دكتور، يعني انا هرجع للسبب يعني. ده مش شخص. ده استاذ في الجامعه وكان له كتب ومطبوعات. لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع قبل ان نطلق على هذا. ما اختلفناش. انا مش هدفي من الحوار ان انا اكفره من عدمه. دي مش قضيتي انا اصلا، ولا قضيه حتى صحيحه ولا قضيه، لكن حتى انا بردد اسمه عشان الناس تعرف ان القمني ده ملحد، ان بحيري ده يميل للالحاد، ان نصر حمرو ابو زيد حكم بردتي وملحد، وهكذا يعني. من خلال كتبه. اصل انا ما بجيبش حاجه من عندي، انا مش بتهم الرجل. نعم. هي كتب منتشرة في السوق ورجعت من الأزهر، والأزهر قال دول ملاحدة. نعم. فلما بنردد أسماءهم، نحن نردد أسماءهم حتى يتلاشى أو يتحاشى الناس إذا ما وجدوهم على شاشة من شاشات الفضائيات الكبيرة. نعم. المعروفة عندنا في مصر. للأسف دائما أنا ده شيء ملاحظ يعني. يستضيفه مثلا داهية في طرح الشبهات. وأمامه شخص لا يستوعب. شخص أزهري مثلا مش فاهم حاجة. بغض النظر عن انتمائه. لكن هو أصلا لا يدرك أو ما زال يعيش في جعبة الحد الشيوعي القديم. الحد الآن تغير، الحد الآن فيه
صور كثيرة على فكرة. دي بالمناسبة أحد الردود على الإلحاد، إن الإلحاد الآن في إلحادات كثيرة، في مذاهب إلحادية تنحصر، وكل فرقة إلحادية ترى أنها الصواب وغيرها خطأ بالمناسبة يعني. في فرق إلحادية كثيرة ظهرت، في فرق اللا أدرية والربوبية والإلحاد نفسه، حتى في تصوراته المادية أيضا إلحادات كثيرة لا تنتهي يعني. إحدى الصحف ذكرت 19 نوع من الإلحاد في منطقة معينة في الغرب. نقول بعضهم كده دكتور عشان نوضح للناس يعني. يعني مثلا يعني من خلالهم احنا نقول ونقول ايه يعني، ايه اللي واضح من المجتمع يعني، على اساس دي هتبقى دليل على ان انا ازاي اعرف الملحد اللي بيتكلم ده. ممكن ناس تطلع على شاشات فضائيات في السعودية وفي مصر وفي الجزائر وفي تونس وقاعد ينظر وهو ملحد، فانا ممكن القط كلمة من كلامه اقول ده ملحد. مبدئيا الإلحاد في الاصل ينقسم لثلاث فرق، إلحاد ايجابي وسلبي ده نوعين، الحاد ربوبي والحاد لا ادري. جميل. الحاد ايجابي وسلبي ده نوع من انواع الالحاد ينكر وجود الله عز وجل. الحاد ربوبي يقول الله موجود لان في ادله يقينيه توصل ليها من النظر في الماده قبل الدين تثبت له ان هناك خالق. حتى المشركين زمان قال لك ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، ما حدش عنده شك في ده. بس هو يعني يقول انا ابحث في الاديان. هذا يسمى ربوبي. هذا يعني الشخص عنده شرك ربوبيه. نعم هو شرك ربوبية ينكر وجود ينكر وجود الأديان ويقول أنا أبحث عن الدين الحق وهل الله أرسل رسالة أم لا. هذا الإلحاد الربوبي. في الإلحاد لا أدري، هو لا يدري هل الله موجود أم لا. والفلسفة اللا أدرية هذه الرد عليها سهل جدا أيضا. جميل. فعندما يخرج ملحد لازم اللي بيرد عليه أو بيحاوره يستوعب كل هذه الإشكالات، يستوعب هذه المذاهب المتنوعة. علشان لو انا ذكرت ان الشخص اللي امامي مثلا لا ادري، هعرف ايه المداخل اللي هيدخل بيها وبالتالي هعرف الرد عليها. الردود سهله جدا بالمناسبه. في مركز اسمه مركز براهين بالمناسبه ايضا اصدر مجموعه من الكتب هذا العام في الرد على الملحدين واللا ادريه والربوبيه. الكتب الحمد لله الان في السوق لمن يريد ان يحصل عليها. فالحمد لله الرد اتسع. لكن المطلوب من الاعلام عندما يصدر احد الملحدين لازم الاعلام يكون متخصص حتى لا يفتن المستمع. طبعا ده بس هو الاعلام عندنا اعلام علماني ليبرالي، واجب على الاعلام بيروح جايب الملحد وجايب معاه حد ضعيف، واجب على الاعلام بصراحه انه او يعني ممكن حتى ايه يدي فرصه للملحد صوته يعلى والتاني يجي يرد ما يديلوش الفرصه. شغل الاعلاميين اللي احنا بنعمله ده احنا عايزين ننشر قضيه على اخرى شديد يعني. شخص غير مدرك حتى للاسف الابعاد الالحاد يعني بعض الذين يردون على ملاحده لا يعرفون ان الالحاد الان يدمر قيم يعني ما كان انسان يتصور انها تدمر يوما ما. يعني مثلا ريتشارد دوكنز مثلا وهو على فكره راس الالحاد في العالم. دوكنز يقول الاغتصاب امر اعتباطي ان تحكم عليه بالخطا. مفيش حاجه اسمها خطا في الاغتصاب. جميل. ريتشارد فيكارت وهو مؤرخ شهير يقول الالحاد استطاع ان يقلب موازين الاخلاق راسا على عقب. وجعل من ابشع الجرائم فضيله مشكوره. يعني انت الان ذكرت يا استاذنا الفاضل ان العلمانيين يستضيفون هؤلاء. طب انت رجل علماني وتروج مثلا لنموذج علماني مثلا. طب ما كل الصراعات التي شهدها القرن العشرين كانت صراعات علمانيه. الحرب العالميه الاولى كانت حرب علمانيه أوروبا علمانيه. أوروبا. الحرب العالميه الثانيه كانت كذلك. كل الايديولوجيات اللي نشات زي النازيه والفاشيه والمويه والاستالينيه كلها ايديولوجيات علمانيه ملحده. مالهاش علاقه بالاسلام. مالهاش علاقه بالدين اساسا حتى. او بالدين. بغض النظر يعني. فالعلمانيات هذه كانت سبب يوما ما في خراب العالم. تمام. جميل. يعني يا ايها العلماني ده ممكن ندينا او الدول العلماني او الليبرالي. يا ايها العلماني يا ايها الليبرالي. جميع الدول التي طبقت قوانين اباده شموليه مثل المانيا النازيه ومثل ايطاليا الفاشيه. هذه الدول اصدرت هذه القرارات وهي ليبراليه علمانيه من منطلق ديمقراطي بموافقه الشعوب. يعني هتلر عندما اباد الاقليات ايا كانت هذه الاقليات يهود غجر سلاف الاقزام كل هذه هؤلاء ابادهم هتلر. ابادهم وهو اصلا وصل الحكم بطرق ديمقراطيه سليمه. تمام. يعني الطريقه اللي وصل بها للحكم بطرق ديمقراطيه سليمه. يعني في 3 مليون واحد مره وقفوا قدام هتلر. نعم. كان اكبر تجمع في العالم. يعني هم صح يعني كل قرارات النازي كانت قرارات ديمقراطيه علمانيه سليمه. يستحيل النهارده علماني يخطئ هتلر. يعني انا اتحدى علماني انه يقول ان هتلر اخطا. اتحداه. اين اخطا في ذلك؟ الرجل كل قراراته صادره من حجج علمانيه ماديه. تمام. مستحيل يعني الشعب وافق صح ولا غلط على قوانين الاباده. يعني قانون الاباده الاساسي سنه 33 هذا القانون وافق عليه مجلس الشعب في المانيا. وافق عليه الشعب بالتصويت. وتمت بعد ذلك الاباده في مراحل لاحقه. تمام. فهو قانون ديمقراطي علماني سلس. عندما تقول ان هذا القانون خطا
فأنت تستمد الخطأ من قيمة أخرى ليست في الأطار العلماني. في الأطار العلماني اللي يعطيك معيارية الخطأ والصواب. نعم. جميل. أيضا كل اللي يعني مثلا عندما مثلا قرر ماو تسي تونج مثلا إبادة شعبه في المجاعة الكبرى التي كانت في الصين، وساعتها طبعا أغلق مخزن الغلال وصدر الحبوب في سنة 58، الكلام ده في 66. في تلك الفترة ماو تسي تونج قال كلمة صريحة ومباشرة، يعني الصين بلد مليء بالبشر، بلد به بشر كسر، يعني أن يموت نصف الشعب جوعا وفي المقابل يتغذى جيدا النصف الآخر شيء جيد ماديا، يستحيل تخاطئ ماو تسي تونج. ما فيش عواطف، ما فيش مرجعيات، ما هو خلاص حتمية مادية، ثواب ولا عقاب. صحيح. والنهاردة أنا أتحدى ملحد ينكر أي شيء من هذه الأمور، لأنه لو أنكر فعل ماو تسي تونج أو أنكر فعل هتلر أو أنكر فعل ستالين هو ينكر إلحاد دون أن يدري. ويقارن ذلك دكتور بحكم العالم الإسلامي للعالم على مدار ألف عام. يعني احنا لما حكمنا كدولة إسلامية وعالم إسلامي أصحاب الديانة السموية، يعني ديانة التوحيد، العالم لم تقم حربين عالميتين، لم يثبت تاريخيا أن أمة الإسلام أو خليفة من الخلفاء أيا كان قوته أباد شعبا أو استبعد طائفة أو يعني اضطهد طائفة، حتى طائفة الملاحدة والأيزيدية في العراق وعبدة الشيطان والصبيان كله موجود. ده سبحان الله، اليهود نفسهم بعد حضرتك يعني عاشوا في كنف، هربا من هتلر عاشوا في كنف الخلافة العثمانية، هم هربوا وعملوا يهود الدرمة. نعم. هربوا من أوروبا في ذلك الوقت وكانوا موجودين، لم يجدوا ملاذ آمن إلا الدولة الإسلامية الخلافة العثمانية. الشرق الأوسط كان متحف عظيم لكل الأسانيات والأقليات في ذلك الوقت، اللي هم عايزين يفتتوا بيها دلوقتي الخلافة الإسلامية، سبحان الله. كان متحف لكل الأقليات في تلك الفترة. يعني عمرو بن العاص على فكرة الكلام ده في السنكسار لمن يريد أن يرجع له. طب أنا أخدها بعد الفاصل مش هكرام. طيب. نخرج الفاصل بعد ونتواصل وضيفنا الكريم، وهذه الحلقة حول الإلحاد. القسم الثالث من هذه الحلقة مشاهدة الكرام، جدد تحية لحضراتكم والضيف الكريم الدكتور هيثم طلعت، الباحث المخصص في الرد على الملحدين. لك تحية دكتور. مرحبا بكم. حياكم الله. ويعني قلت أن اليهود لاذوا بالدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية بعد التطاحن الذي حدث تحديدا. يعني كان هؤلاء اليهود مجموعة من الناس الوثنيين عايشين عند بحر قزوين، حدث تطاحن ما بين الدولة الإسلامية، فكان لهم إمبراطور هؤلاء الوثنيين، فقالوا لو أسلمنا أصبحنا ولاية إسلامية، إمبراطور وما بقاش إمبراطور. طيب ولو تنصرنا واعتنقنا الديانة المسيحية أصبح الإمبراطور ليس إمبراطورا، لأنه هيصبح ولاية بيزنطية. فعندما تطاحن البيزنطيون مع العثمانيين في بداية الدولة العثمانية، يعني قال الإمبراطور لمستشاري انظروا إلى دين سماوي آخر غير الإسلام والمسيح، قالوا في الديانة اليهودية، فعرضت الديانة اليهودية على الإمبراطور فاعتنقها، واعتنق هؤلاء الوثنيين الديانة اليهودية في حينها، وأصبحوا يعني يهود على وثنيتي. حينما حدث التطاحن بين الخلافتين أو بين الدولتين الكبيرتين في ذلك الوقت، العثمانية والبيزنطية، لاذ اليهود بالخلافة العثمانية وتسموا بأسماء مصطفى ومحمد ومحمود، لكن ظلوا على وثنيتهم وعلى يهوديتهم، وهم الذين سموا في ذلك الوقت أو بعد ذلك بيهود الدهمة، عشان بس أصحح المعلومة للمشاهدين. يعني كنا بنتكلم عن عمرو بن العاص. نعم. ماذا عن في نقطة على فكرة هم فيما ذكرته أستاذنا الفاضل، فضل. يهود الدهمة هؤلاء على فكرة كل ما ذكرته على فكرة مسجل في وثائق رسمية، حتى في كتاب اسمه قبيلة 13 يذكر هذا الأمر على فكرة، باعتبار أن في 12 سبط من اليهود وسبط 13 اللي ظهر هو اللي عند بحر قزوين اللي هو تهور، اللي هم عملوا إسرائيل دلوقتي. أحسنتم. عشان نعم. إسرائيل ما يقولوش إن هم إيه، طب ما اليهود كانوا عايشين معنا في العرب، لا نعم. إن إسرائيل يا أيها العرب نعم. 98% أو 90% 92% منهم أشكنازيم، اللي هم اليهود اللي جم من بحر قزوين الرابش دول، و8% بس اللي هم العرب اللي كانوا عايشين في اليمن، أو اليهود اللي كانوا عايشين في اليمن والمدينة ومش عارف وسوريا والشام والحاجات دي. اتفضل. فاليهود في تلك الفترة أسقطوا الخلافة العثمانية. سبحان الله، بعد سقوط أو هم إسقاط كامل هو اللي حدث، إن قاموا بتنحية السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، وهم اللي تولوا مقاليد الحكم. بالظبط. بعد سنتين من تنحية عبد الحميد الثاني حدثت مذبحة الأرمن. سبحان الله. يعني اليهود السبب فيها مفهوم. ايوه انور باشا لتشويه الخلافه. نعم. انور باشا ساعتها هو اللي كان وزير الداخليه في ذلك الوقت، وقام بما سمي مذبحه الارمن. يعني حتى بعض الملحدين طبعا هم اللي يقرون التاريخ اساسا ولا يعرفون شيء، يقول لك لما حصلت مذابح الارمن بعد الخلافه العثمانيه، ده هي اكبر دليل على ان الخلافه العثمانيه كانت حصن وملاذ لكل الاقليات، لان مجرد ما نحي السلطان كل الاقليات اصبحت مكشوفه لاي تخريب
وحادث المذابح الأرمن على يد أنور باشا اللي هو قبل هذه المذابح كان أبات حوالي 40,000 جندي مسلم من خيرة الجنود في الحرب المجنونة التي أقامها ضد روسيا في ذلك الوقت. كانوا بيجهزوا كمال أتاتورك، عملوه بطولات عشان لما يسقط الخلافة الناس تسقط. فالسلطان نوحي وما أن نوحي حدثت هذه. طب ناخد هي بقى القاهرة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. معلش كنت عايز اشكر الدكتور هيثم على اللي بيعمل ده، وتوصل والله ربنا يكرمه بصراحه. اشكرك. انا معاك هبه. اهلا هبه. شكرا. كده السلام عليكم، اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. والله بقول لك كتر الف خيرك والله على اللي بتعمله بصراحه، وربنا يكرمك ويديك كل خير يا رب باذن الله. جزاك الله. شكرا يا هبه. شكرا. عمرو بن العاص كان ايه؟ طب جميل. عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه حين دخل مصر كان الانبا بنيامين اللي هو بابا الكنيسه في ذلك الوقت كان هارب في الصحراء من الرومان منذ 20 سنة من الرومان. أحرق أخو بنيامين حي أمامه. طبعا بنيامين جن جنونه ثم هرب واختبأ في الصحراء. كانت الكنائس عبارة عن مزابل في ذلك الوقت. وكانت الأديرة خاربة. ما أن دخل عمرو بن العاص مصر إلا وأصدر نداء المكان الذي، على فكرة هذا كلام في السنكسار. السنكسار ده كتاب يقرأ في الكنيسة المصرية إلى اليوم. كتاب يعني شبه مقدس عندهم. تمام. في السنكسار أن عمرو بن العاص في ذكر الأنبا بنيامين أرسل رسالة المكان الذي فيه الأنبا بنيامين هو آمن ليعود يحكم شعبه ويدير كنيسته. هذا هو الإسلام. نعم. بنيامين رجع وأسس يعني فالأرثوذكسية المصرية هي هبة الإسلام. لولا الإسلام ولو تأخر فرضا دخول الإسلام مصر ربما 10 سنوات فقط ما كانش بيجي فيه أرثوذكسية. يا دكتور ولم نجد الإسلام طمس حضارة حتى لو بوزة والله أحيانا، لكن الأمريكان أبادوا 80 مليون من الهنود الحمر عشان يقيموا دولتهم. الأمريكان فرغوا القارات بأكملها من البشر وغيرهم يعني أبادوا أمم وسلالات كاملة هؤلاء الغربيين الملاحدة. طيب عبد الباسط السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور هيثم. حياكم الله أستاذنا الحبيب. كيف الحال طال عمرك؟ حياكم الله أستاذنا الحبيب. فرصة طيبة سمعت صوتك. أنا الحقيقة ودي الدكتور هيثم يتطرق لموضوع مهم جدا وهو أنه شبابنا الصغار يندفع خلف شبهات الملاحدة دون حصانة إيمانية. وذلك الحقيقة يعني مشاهد في تويتر من خلال تواصل كثير من الشابات والشباب معي أنا ومع بعض الإخوان الذين يعتنون في الرد عليهم. والحقيقة في هناك أسباب كثيرة لا شك في ذلك، منها أنهم يقرؤون شبهات الملاحدة دون أن تكون لديهم حصانة إيمانية ولا يلتفتون لكلام المنصحين مثلنا عندما نقول لا تقرأ إذا لم تكن لك حصانة. لا. فأنا أريد الدكتور يعني هيثم يركز على قضية الشباب الشابات. الحقيقة إحنا نواجه حرب عقدية شديدة جدا في التشكيك في ثوابتنا في وجود الله أولا والعياذ بالله، ثم في وجود في صحة ديننا وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. بس دي محاولات قديمة جديدة يا عبد الباسط يعني. نعم. محاولات بقى لها 1400 سنة شغالة يعني. لا شك، بس الآن في التواصل الاجتماعي أصبحت الآن بأسلوب القص والتزوير واللصق ووضع أفلام وكذلك باسم العقلانية. يعني أقل ما فيها اتهام الدين بالخرافة وأن هذا العقل لا يوافقه. فهذه الاساليب الجديده التي بدا يتخذونها بكثره، ودكتور هيثم اول من يعرف ذلك ولله الحمد منا. شيخ عبد الباسط قارن اخ حبيب واقف على الثغره معنا. اشكرك اشكرك يعني محروس مصر. السلام عليكم. استاذ محمد ازي صحتك؟ الله يكرمك. استاذنا معاك. اهلا بيك. الله يكرمك. اهلا وسهلا فندم. الايام الجايه استاذ محمد والسنين الجايه دعوه الالحاد هتتقاصر، لان امه محمد مثل امه اليهود والنصارى. وتنتهي الدعوة أمة محمد في الأيام الآتية في السنين الآتية. والإلحاد سيتقاصر على الأرض حتى لا يذكر اسم الله في الأرض. فأطلب من الله عز وجل من علماء الأمة أن يحاربوا هذه الدعوة وينشروا التوحيد بين الناس. حتى تكون دعوة محمد هي القائمة، حتى لا يكون هناك دون في الأرض. لا يكون هناك دين في الأرض إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا شيخ معروف. عايز أمثلة على الصراعات الإلحادية الإلحادية مهمة. نعم. طب قبل يعني هذه الأمثلة الشيخ عبد الباسط قاري هو شيخ حبيبي يعني واقف معنا على الثغرة على فكرة بالمناسبة. يعني نقطة فعلا مهمة
الرد على الإلحاد أن شاب متحمس يعني مفرغ داخليا من العلم والمعرفة ثم يرد دون أن يدري ودون حصانة معرفية أو علمية فياخدوا الرد بتاعه بقى زريعة ويكملوا معاه وهو نفسه يصبح للأسف شديد فريسة جدا للإلحاد هو نفسه يصبح فريسة للإلحاد صيدة بالنسبة له صيدة طبعا ليه كما قال الغزالي رحمه الله تعالى يمنع من البحر من لا يعرف السباحة فلازم التحصين الشرعي أولا لازم يكون عنده أوليات العلم الشرعي لازم العقيدة السليمة دي أساسيات للأسف الشديد منذ أن ألغيت الكتاتيب في مصر والشباب ما ألغيتش موجودة أنا عندي في البلد يجي 30 كتاب بس دوت يعني مجهود فردية يعني تقصد مش مرخصة يعني مش الحكومة اللي تقوم بذلك يعني حتى هودي الولاد في الأجازة يروح عند الشيخ سيدنا بقى ما شاء الله سعد الكويت السلام عليكم وعليكم السلام يا أستاذي باختصار الله يخليك أولا دين فشتب تكميم الأفواه الأحرار الأوفياء يا سيدي والشيء الثاني ما الفرق بين اليهود والصهاينة وهل يعتبرون لنا إخوة فالإنسانية لأن ابونا آدم عليه السلام وتحياتي شكرا أبو محمد السعودية ألو السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا أستاذ علاء يا أستاذ عفوا محمد الله يكرمك الشيخ الكريم الحمد لله بخير الأستاذ علاء والله دائما يعني معانا يعني في بالنا إن شاء الله نشوفه عما قريب مداخلتي في موضوع شيعة المغرب أستاذ محمد يعني الآن يعني كونوا لهم يعني زي ما تقول حركة جديدة في المغرب اللي هي الرسالية دي ولا الرسالية أيوة نبغى نشوف يعني هل هم يعني أعدادهم في المغرب كثيرة وهل هناك يعني مكافحة للسرطان الخبيث هذا في المغرب ويعطيك العافية أشكرك أشكرك يعني أخونا سعد بيقول لك الفرق بين اليهود والصهاينة وهل هم إخوة في الإنسانية؟ أولا دكتور عبد الله المسيري رحمة الله عليه صاحب الموسوعة الكبرى اليهود واليهودية والصهيونية هذا الرجل قضى 50 سنة في دراسة الملف الصهيوني تمام توصل إلى نتيجة مدهشة أن الصهاينة في الأصل هم ملاحدة هرتزل لم يرى تلمود مدى حياته مؤسس الصهيونية بن غوريون رأى يقال رأى التلمود عندما بلغ 60 من عمره فهؤلاء مؤسسو الدولة الصهيونية هم في الأصل ملاحدة هذا منتهى ما توصل إليه الدكتور المسيري رحمة الله عليه وهذا الرجل أبحاثه موجودة فاليهودية عكس الصهيونية الصهيونية أو الصهاينة ملاحدة أما اليهودية في الأصل فهي ديانة سماوية واليهودي إذا لم يكن في دولة صهيون ويحرص على يعني حرب المسلمين فهو شخص من أهل الذمة إذا كان في دولة إسلامية له كل حقوق أهل الذمة وله كل حقوق المعاهدة جميل أما الصهيوني في الأصل كما قال دكتور المسيري رحمة الله عليه فهو في الأصل ملحد والصهاينة كلهم ملاحدة والدولة يعني حضرتك الآن عند حائط المبكى يتم إراقة لحم الخنزير هذه تسمى رجسة الخراب كما تنبأ الكتاب المقدس عن ظهورها في آخر الزمان مع أن لحم الخنزير محرم عند اليهود وأشد جرم يرتكب في التاريخ عند اليهودية هو أن يدنس عندهم هذا الحائط بلحم الخنزير فهم يفعلون ذلك تمردا على الدين اليهودي فالصهاينة ملاحدة على فكرة بالمناسبة نقطة خطيرة جدا الصهيوني يعامل كملحد ولا يعامل كيهودي هذا ما ذكره دكتور مسير طبعا بتفصيل كبير طبعا رجل قضى 50 سنة في الموسوعة وهو يعني تعتبر افضل موسوعة في القرن العشرين في العالم العربي يعني كما صنفت طب احنا عندنا الاهم من ده ان دلوقتي مفروض تبقى لعقيدة النصارى ان الرب يسوع صلب على الصليب دق في جسد الطائر مسامير وريق دمه طار على الصليب فاصبح مخلصا للبشرية والفادي مش كده مين اللي عمل كده يا اخوانا مسيحيين قال لك اليهود طب ما هو الان الحادث والذي جعل أمريكا والغرب المسيحي النصراني يؤيد اليهود ويحب اليهود وغير ذلك الآن الذي يحكم العالم هم المسيحيين المتصهينين صحيح حسنت أليس كذلك؟ اللي هم بيسمون المسيحيين الجدد يعني فأنا مسميهم حتى المسيحيين المتصهينين اللي هم البروتستانت اللي في البيت الأبيض اللي بيقودوا العالم كله بقى بريطانيا على فرنسا على أمريكا على كل العالم فيعني إزاي أنت عقيدة الخلاص هي أساس دينك النصراني وإذا بك تتقارب مع اليهود الذين صلبوا يسوع على فرض انه صلب على عقيدته مش كده احسنت صحيح طيب ناخد ابو معاويه السعودي السلام عليكم يا ابو معاويه تفضل السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله معك ابو علي من الامارات كيف الحال اهلا بك يا ابو علي تفضل
الله يبارك فيك ان شاء الله يعطيك العافيه. يخليك لنا استاذ صابر محمد الله يبارك فيك. الله يكرمك. محمد صابر وشيخك الجليل ان شاء الله يحفظكم الله والعافيه ان شاء الله يا رب. الله يبارك فيكم. وجزاكم الله الف خير على هالبرنامج اللي دائما وانا اتابعه يا اخي من يعني صار لي حوالي اربع سنوات تقريبا وانا على اتابعكم دائما. شرف لنا يا ابو علي، شرف لنا. الله يبارك فيك ان شاء الله. يا اخي الكريم، اول شيء لازم نوعي الجيل الصاعد من الشباب على اساس الاسلام لديننا الحنيف واخلاقنا الجليله. هذا اول شيء. ثاني شيء، الشعب الناس اللي في الغرب، الحضارات اللي في الغرب، هم ما يعرفون ديننا الاسلامي شو معناته. لازم يكون مثل ما هم عندهم ناس وعندهم كهانهم وعندهم الناس اللي هم يعني ينشرون دينهم دياناتهم والالحاد، لازم يكون في عندنا ناس علماء من عندنا ينشرون ديننا لهم ويفهمون ويوعوهم على ديننا احنا واخلاقنا الحنيفه، وان ديننا هو الدين السماوي الصحيح. نعم، هذا هو المطلوب. طول عمرك اخوي، يعني عايز ناس دعاء، طب الدعاء عايزين اقامه وعايزين فلوس وعايزين مصاريف. الاقامه والفلوس والمصاريف بتتصرف على الكوره، بتتصرف على ابراج بتتعمل ب 70 مليون دولار و 80 مليون دولار عشان الكريسماس، شجره الكريسماس اللي كانت معرفش فين، مش عايزين نتكلم يا حاج علي يا ابو علي. بتتصرف الفلوس على يعني السجون والمعتقلات والاسلحه التي لا تستخدم اصلا بفزاعه ايران، هنعمل ايه طيب؟ شكرا ابو علي. شعبان مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل محمد. الله يكرمك، جزاكم الله خيرا والله على مجهوداتك، وبنشكر الدكتور هيثم جزيل الشكر. يعني عفوا يا حبيبي، ارجو من حضرتك لو في وسيله ان علمائنا يضغطوا على القيادات الموجوده في المناهج، في اعداد المناهج التعليميه، بحيث ان يخش تعليم المدارس، ويعني النهضه الاسلاميه هتعوز وقت، ولازم نبدا بالنشأ زي ما قال الاخ ابو علي من الامارات. لكن المناهج التعليميه عايزه تعديلات كتيره جدا، بحيث لو احنا فعلا عايزين نبني جيل قوي وتقوم مؤسساتنا ودولنا على اساس. طب المناهج التعليميه يا شعبان بيقول لك نشيل فيها ايات الجهاد، بنشيل فيها ايات مش عارف اللي تحض اللي تقول مشركين ومؤمنين وكافرين، يبقى انت هتعمل ايه يعني؟ ما يترد عليه بس محمد برضه، يترد على مين؟ ما فيش خلاص، السلطه دلوقتي باسم الارهاب كله بيتذبح باسم قضيه الارهاب دي، والحق الدنيا كلها ارهاب، واخد بالك انت؟ بالعين احنا طعم اسمه داعش وسايبين ايران خدت اربع دول. يعني انا بجري ورا الطعم اللي اسمه داعش وسايب الدول بتاعتي بتسقط. نعم 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 والله، يعني نسال الله الصلاح يا رب ويجعل لنا مخرج من الازمات دي. امين امين، وجزاكم الله خيرا سبحانه. وجزاكم شكرا اخينا شعبان. الغزالي السعوديه، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. كيف حالك يا استاذ محمد؟ خير الحمد لله. تحياتي ليك وتحياتي للدكتور هيثم. نسمعك في الدنيا يا رب والاخره. خير يا استاذ محمد، الاسبوع ده ما رجعتوش بس مباشر الا النهارده، بس خير، ربنا يجعله خير ان شاء الله. خير ان شاء الله، كان عندي ظروف والله، يعني الحمد لله على كل حال. ربنا يفرج همك وكربك يا رب. جزاك الله خير. حبيبي يا استاذ محمد، احنا الغرب سرق ثرواتنا وبيصدر لنا نفاياته بما فيها عادتهم ان هم ابدعوها بما فيها الالحاد. يعني هو سرق ثروات العرب والمسلمين وبيصدر لنا النفايات بتاعتهم كلها بما فيهم الالحاد. وطبعا عندنا شويه ماجورين عملاء بيقبضوا على اساس يبثوا الدين ده بين الناس. والله المستعان يا استاذ محمد، الله المستعان، ما فيش الا الدعاء. نعم، اشكرك اخونا الغزالي. عايز اقول صراعات الحاديه الحاديه، اكيد طبعا ايه بأسهم بينهم شديد، يعني شديد جدا. اه عندما وصل استالين للحكم في الاتحاد السوفيتي السابق سنه 29، في ذلك الوقت كانت اوكرانيا دوله على نفس النسق، الحاد شيوعي ايضا. بس جمله اعتراضيه يا دكتور عشان ما انساش، تخيل عبد الناصر راح المطار استقبل سيمون ديفار وجنبل سارتر، شيء محزن. زعيمه الالحاد في العالم الوجوديه. نعم مالك. اه اتفضل. فاوكرانيا كانت نفس النسق، الالحاد ايضا شيوعي، ستالين الالحاد شيوعي ايضا. لكن اوكرانيا دعت الى دوله اوكرانيا العظمى او اوكرانيا الكبرى كما في ذلك الوقت، فضربها بالمجاعه اربع سنوات. في هذه السنوات الاربعه قتل حوالي 5 إلى 6 مليون اوكراني. في 2010 شوف، يعني من لسه خمس سنين، 70 سنه فاتت من القصه دي لغايه ما
المحكمة العليا في أوكرانيا أصدرت قرار بإدانة ستالين بأنه هو اللي أباد الملايين دي بعد 70 سنة. يروح يطلعوا رفاته ويعدموه. نيكيتا خروتشوف لما طبعا رئيس الاتحاد السوفيتي السابق عندما اجتمع بماو تسي تونغ كان يجهزان لمعركة نووية كبرى بينهما الصين والاتحاد السوفيتي السابق. في ذلك الوقت قال ماو تسي تونغ لا بأس أن نضحي ب 300 مليون صيني في حرب إلحادية إلحادية. فالصين في ذلك الوقت كانت إلحادية والاتحاد السوفيتي السابق أيضا كان دولة إلحادية. أيضا أغلب الحروب التي دارت في القرن العشرين كانت كلها بتنظيرات إلحادية. يعني فكرة تنقية الأعراق اللي نادى بها هتلر هي فكرة إلحادية. العرق الأنقى، فكرة البقاء الأصلح هي فكرة إلحادية. الأقوى البقاء الأقوى. نعم. فالحروب العالمية الكبرى كانت حروب بتنظيرات إلحادية. عشان ما فيش مرجعية دكتور هاي. صحيح. يعني المسلم طبيعي يعني متصل بالسماء والسماء فرضت عليه قيود. عنده قيم. يعني من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحسن. يعني يا أيها المسلم الله اشترط عليك ألا تقتل نفس، ما قالش بقى مسيحية ولا بوذية ولا يهودية ولا إلحادية، لا، النفس مصانة في الإسلام أيا كان توجهها وعقها وديانتها. ما لم تكن معادية طبعا. ده هذه الآية عجيبة. قتل نفس هي جريمة ضد الإنسانية في القرآن الكريم. النهاردة حقوق الإنسان في 2015 لم تصل إلى هذه المرحلة بعد. عشان تصل إلى أن الجريمة اللي ترتكب تبقى ضد الإنسانية لازم يقتل فيها لا يقل عن 100 نفس. ما مليون قتلهم بشار. نعم، لكن إيران والشيعة قتلوا 2 مليون. سنسلم إلى كل يعني حقوق الإنسان. لكن في القرآن من 1400 سنة قتل نفس واحدة هي جريمة ضد الإنسانية. كأنه قتل الناس جميعا. كأنما قتل الناس جميعا. هي جريمة ضد الإنسانية. سبحان نعم. سبحان الله. سبحان الله. فبالتالي نعود لكلامنا أن هو هؤلاء الذين فعلوا كل هذه المذابح وكل هذه الصراعات ليس لهم اتصال بالسماء وليس لهم افعل ولا تفعل وليس لهم عقيدة أنهم سيبعثون وحاسبوه. احنا في التسعينات يا استاذ محمد كنا نعيش في هاجس مرعب اسمه البوسنة والهرسك. نذكر ذلك الوقت في التسعينات. نعم، في التسعينات. واحنا طلبة كنا بنلم ذهب وفلوس وبتاع لاخواننا هناك. كان شيء مرعب. في ذلك الوقت كان سلوبودان ميلوسوفيتش الله يرحمه دكتور عبد الصبور شاهين. نعم، يعني استاذ. نعم استاذ. طبعا. نعم. يعني كان في دار العلوم وقتها كنا بنصلي خلفه في مسجد عمر بن العاص. مرة طلب دعم لأهلنا في البوسنة والهرسك. النساء بنوا عملوا مساحة قد الاستوديو دي كده يجي مثلا 10 متر ملاية واتملت حلقان وغواش ما شاء الله. فاكر أنا كويس كان يوم جمعة كنا طلبة في المدينة الجامعية في جامعة القاهرة. في ذلك الوقت سلوبودان ميلوسوفيتش الذي كان يحكم دولة صربيا كان ملحدا. يتحاكم لسه هو من سنة. ما هو أصلا بعد ما مات بسنوات يعني. سلوبودان ميلوسوفيتش كان ملحد في ذلك الوقت وده شيء مدهش على فكرة بعض الناس لا يعرفوه. يعني ميلوسوفيتش الذي أباد المسلمين في البوسنة والهرسك كان ملحد. راتكو ميلاديتش اللي هو صاحب مجزرة سربريتشا الكبرى اللي هو رادوفان كراديتش. لا ده غير رادوفان. راتكو ميلاديتش دوت قتل 8000 مسلم في يوم واحد او يومين. اللي هي المجزرة الجماعية دي اللي سربريتشا فينها. سربريتشا سربريتشا دي قتل فيها 8000 مسلم. راتكو ميلاديتش كان ملحد. هذا الكلام انا اقوله من يدخل النت يكتب فقط عايزين نضيف ايران لكل الشله دي. لان ايران قتلت في العراق قتلت في سوريا. يعني الشيعة الان يقتلون كل من هو مسلم واحد. يعني عايز رساله توجهها للشباب في دقيقه واحده. نعم، عشان انت متحفظ ضد الشيعة كده. نذكرها في وقت لاحق ان شاء الله. رسالة والله الرساله في نهايه هذا اللقاء الممتع. بارك الله فيك استاذ محمد. جزاك الله خير دكتور. شرفتنا. بارك الله فيك والله. المعصيه بريد الشبهه. لا تعلق شبهه في قلب شاب إلا بمعصية. الله أكبر. ولا ترتفع إلا بطاعة. تمام. وما أصابكم فمن عند أنفسكم. ولكن يعفو عن كثير فضل الله عز وجل ويعفو عن كثير. فكل معصية أو أسف كل شبهة تعلق في القلب هي أصلا بسبب معصية. نعم. فكثرة الشبهات مصدرها معاصي. فلو الإنسان نقى قلبه وأصلح نفسه كل الشبهات اللي هو بالسماء بإخلاص كل الشبهات اللي بيزعم أنها شبهات والله تطير دون أن يدري حتى دون أن يدركها حتى. فكل بلاء شبهاتي متعلق داخل هذا الشاب مصدره هو معصية. هو مقيم عليها يظن أن هناك شبهات لكن لو أقلع عن حدود الله لقد ظلم نفسه. نعم، لو أقلع عن المعصية الشبهة تطير دون حتى أن يبحث لها عن رد. نعم، أختم بما ختم به الدكتور هيثم. المعصية بريد الشبهة فعلا. يعني لأن المعصية بتبعدك عن الله تقربك من الشيطان. أشكر الضيف الكريم في نهاية هذه الحلقة دكتور هيثم طلعت الباحث المتخصص في الرد على الملحدين.
شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا استاذ كريم. شكرا لنا لقاء طبعا ان شاء الله. ان شاء الله تشرف يعني. اشكر لحضراتكم حسن المتابعه انتهت الحلقه. سلام الله عليكم ورحمه وبركاته.